وحساك عبارة هير توريسي ديران لوغو صدوي قاقيدة دياراده هكا هدان كران صدقاني قدار جيسا محمد شاق عبد الله أحمد قدومي حسبق عدالة ديدريال كوعدو قابسا ودنك كونفر أفريكا وحيلي قاكا سوك اتمي مقالة دا جوهاني سبق قدومي مركي وسوك عري برحد ويني هوري ايس لغرون كدياراده اقال وحالكا سيسي ديران اكو قابلي اكونا صدوي مزولين تربادن وحلال كردوان حسبق عدالة ديدريال كوعد كحيا كواسوسي وينو كفر احسانة ديبسو الله بشدا قدومي هو دوقة بسن ودنك كونفر أفريكا يوسف كيس عبد الله حقيها ورفافين تحسبق عدالة ديدري الكوعد قدوميها قبل كمرودي جاها إسل حسبق سياسي دوكالي قيبا كمي دقر بضا حوين كيدان يرد حسبق عدالة ديدري الكوعد هي حالكا سيويدا كالدوان كو عبري درين كو دكو عدن سودوين تقدومي هو دوقة بسن ودنك كونفر أفريكا إلهي با محطة إسكالة محمد الشيخ عبد الله قدوميها صود أفريكا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إلهي ما هذا إسكله أنا قا مذاحدي قبل كيا مذاحدي هير قرن أحس بقى عدالة دي دريالك وحن صودويني ناولال كين محمد الشيخ عبد الله وقدومي هالصود أفريقيا كصودو دلك هاجي هويو وحن هالك ساكن كصودويني نا محمد الشيخ عبد الله أحمد وها قدومي هالدلك دلك صود أفريقيا أحس بقى عدالة دي دريالك وحن لنا كصودو دلك هاجي هويو ومسؤولين تحس بقى أو يمنع يا وقيدونه ويجعن بوا حك السوق القلية دبده مسؤولين تحس بقى عد مقرنا سا أو يمنع يا كامبينكا مقرنا سا دورشة قرنكا سومالي لان أما دورشة حسابته وحنا لان كسود ودل كاجي هويو وعد كسود واتا قلب فرن يلا فرن كسود وو وحنا كسود وين نحل الشقات كسود بيجته ما أنتوا كلا وما أنت منك الشقة دي وصل ديار جروبس دي ومقرنا صادلك يضدك يحس بجبا وجب تبان لها السمال لا نحس بعدالة الدريالك ما هذنا قيا تاجر يا شيء يحس بجوعد سيد حجر لا أنت وصل له هي مسؤول كان وين هي ما أنت ينو يمي وكم هتتي ولا عليا حنا إنه هالكل ما أنت قول نميد هذا إنه هاي بهوي أنت يعيد إن محمدين محمد شيخ oo nooga yimid South Africa oo xubin nagu qaaliya oo aad u furfurcoon oo South Africa noo joogtay waxaanu leenahay maxamed soo dhawow welcome dhankiisa waxa isaguna halka ka hadlay maxamed sheekh abdullahi ahmed dhanjiraha gaarka xisbiga wuxuu u qaabaysan wadanka konfur afrika isaguna hoosta ka xariiqay ujeedada uu ku qotomo socdaalkiisa si gaar ahna farin ugu diray shacabiga somaliland una mahadceliye dadkii soo dhawayntiisa ka qayb galay ummadda somaliland meel kasta ay joogto waxaan leeyahay nabad waarta kunoolada farxad kunoolada waxaan kala u mahadcelinayaa before markii ugu horeysa ali mahad lahaa isoo garsiyay dalka hooyo waxaan kala mahad u celinayaa asxaabta dhamaan madaxdi xisbiga u cid waxaan leeyahay qalbi furan iyo niyad wanaagsan iyo ahlinimo ayaa in muujiseen aad aan ugu mahadsantihiin waxaan rajaynayaa insha Allah taala in Soomaaliland wax badan iska bedeli doona hadii la hayraado hadii xisbiga cadaaladda iyo daryeelka la doorto ee u cid aadi aan waan mahsantiin dhamaantiin aad baan idin salaamay soo laabashada maxamed sheekh abdullahi ahmed ayaa xiligan ku soo beegmay saaxiib masuuliyiin tira badan oo xisbiga oo idhilal kala duwan ka haya kana tirsan laamaha dibadda ay ku soo qulqulayaan gudaha Hargeysa si ay qayb uga noqdaan dardargelintii sidoo kale abaabulka taageerayaasha xisbiga oo cid xiligan isu diyaarinaya inay soo saaraan musharaxiinta doorashada madaxtinimo ee xiligan fowdeen ugu soo haysa wardi doona oo faisal maxamed aadam faisal fifa tv ga caalamiga somali cable magaalada Hargeysa